هل استطيع انظر في المنزل؟ اين غرفة؟ هي الاخبار تتحرك حتى بين ثنايا حجارة الحيطان مثل السنة الماضية. بعدين البكالوريا تأسيس لل كنا قاعدين على كتاف بعض والمدير لحاله متبلطع بمكتب قد نص هالطابق، تركنا محشورين هون مثل الصيصة. لم يستقبله لهذا السبب كما لم يستقبل غيره من قبل. موافقة؟ ليش عدنان ما قال لك؟ ياه شلون عالفاضي؟ مو اليوم لسه عطيتك 10 ليرات؟ شبكي هنا ليه هيك عم تحكي مع جوزك؟ لا تكونوا متزعلين. ما كانت لما فاجأني بقراره بالسفر على أمريكا، على أساس طالع يدرس ويشتغل ويعتمد على نفسه. اسمعك، بس قالت لي إنه كان في شاب يجي يوقف له تحت شباكه وحكاها. شلون بده يتجوز؟ ليش طنط إلهام تقبل؟ غير العقل، كل يوم مشوار وكل يوم سهرة. بجوز، بس هذا مو أسلوب. قلت له بس أمي ما سألتني، وافقت من دون ما تسألني عن شيء. ما اختلفنا، بس هيك بالسر الكل كان مشغول بالهم عليك. الحب مو بس بينحكى حكي، الحب بينحس بالنفس. من البيت والدنيا قايمة وقاعدة، كيف بتفكر هيك؟ على أساس أنت عاقل وراكب. المشكلة اني بدي ارجع اتجسس على ناس ما اساؤولي. بس تأكد يا استاذ اني انا ما رح اسكت لاي حدا عم بيحاول يعقد شغلي. الو الو، استغفر الله العظيم، انا ما عملت شيء. مذكراتي من انا وطفلة، ما بعرف قديش كنت خسرت. رح رجعها بس يخلص عقدها. شو رح اكلها يعني؟ وحده ناطره تطلع برات الحاره، برات كلها العيشه، برات منظر حيطان البلوك اللي بيخلي العين تصير. انت مو من حقك تفسخ خطبتي. تعرف ليش فايز؟ لانك اصغر بكتير منك تكون ولي امري. اصحك تفكر بحياتك انك رح تاخد محل ابي. عبد الهادي النعماني مات مره وحده موت تربه. وانت خليه يستر علي. والله صبحي باينته ادمي يعني، وانا منين كنت بدي اعرف انه صبحي اخوي. من اول مره شفتي حبيتي، ما كنتي حاكيه معه كلمتين على بعض، معناتها عجبك شيء. ناس شلون صارت هي؟ بالعكس انا بحس انه زوار موقعنا بيقرونا اكثر من اي مجله تانية، مع احترامي للجميع. طولت. ايه لا تزعلي، بس لا تعدي تشكيلي وتبكيلي. بعد شيء اذا في براسك شيء موال غني بلا هون هالحق. أنا شلت الحجاب من زمان. أنت خايفة عليه لأن رفيقك بالصف ولا في شي تاني؟ ما عم فكر أنا بهيك شي، أساسا أنا ماني معجبة فيه لشكيب، بس هيك خطر. أمي في شخص برا بده يحكي مع كبير البيت. والشور شورك، غازي ما هو زوج أنا مناسب لي. بلا ضعيف ما يقوى على المحبة. كانوا سرق رغيف خبز لحتى ياكل، بيحكموا القاضي بالإعدام؟ أكيد لا، لأنه خرب بيته ما انشحه، لو ما أنا متجوزين كان أعطى كل واحد 5. خلصني شوف شو بدك تعمل، بس خلصونا يا جماعة كلهم مشهدين والله العظيم. ما شو هاي عمي وما عمي؟ بدك تلعب اللعبة لعبة للآخر، كلاسي بكل. المفتاح اللي لقيته بجيبة بنطلونك جربته على باب بيتنا ما اشتغل. لك يا خلاد ويلو لي يا حباب. انت لو عم بيقنعك حكي هيفا ما كنتي بتدقي لي كل مره بعد بيومين مشان اقول لك لا. ما انت خليه مفتوح، بركي بيجينا منه شي خبر منيح. هي الجمله اللي كتبتها على الكرت مين؟ لا تجنني، لا تطلع لي خلاقي، عاملتك زلمه ولسه عم باخذ وبعطي معك. ايش طب خليني ريح شو. انت فكرك اذا بطلع بيمشي الحال؟ لا تدعي الشك يتسرب الى نفسك قبل ذهاب. واللي هو شكلها خوله بالغت شوي بالبرزنتيشن اللي عملت. اذا تاني مره بتمد ايدك على موبايلي بدي اكسر لك اياها. موبايلي ما بتمد ايدك على شايف هدول كلهم؟
كلهم خدامينك عزمي باشا.